أعتقد أن الوضعية صعبة جدا. هناك مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها والقرارات التي صاحبتها التمديدات السابقة، وكانت ترمي إلى تخفيف القيود، لأن الطوارئ الصحية ماشي القيود، الطوارئ الصحية هو واحد النظام كيسمح بيدفعوا القيود معينة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، يعني باش الناس يفهموا أن الأمر، أن عندما نتحدث عن الطوارئ الصحية فإننا لا نتحدث بالضرورة عن الحجر الجزئي أو الكامل، نتحدث على واحد القانون كيسمح للدولة باش تاخذ إجراءات معينة في أوقات معينة عندما يتطلب الأمر ذلك، إما تشديد القيود، إما منع بعض الممارسات في واحد فترة معينة. الآن أنا كان أعتقد على أنه هناك أمران، التمديد الآن في خلال الطوارئ الصحية هو ناتج على أولا على جوج حوايج، ناتج على واحد نوع من الاستهتار الكبير ديال المواطنين مع الأسف الشديد وهذه حقيقة، وناتج على مجموعة الإجراءات تم اتخاذها اللي من أجل يعني ما كما تدعي الحكومة تحريك العجلة الاقتصاد إلى ذلك، وما غنكذبوش يعني السماح بإحياء عيد الأضحى المبارك كان غنسميه كان خطأ، كان خطأ يعني أدى بنا إلى نتائج مباشرة بعد العيد يعني، وكان والناس كانوا كيقولوا هالشي. هناك جهات كانت تريد أن يكون العيد ماشي تلي أسباب دينية ولا تقليدية، لأسباب معينة أخرى اقتصادية، واحد المجموعة هذه خلقات واحد نوع من التحرك، كان المفروض الناس يسافروا عند بعضياتهم، حيت لما كتقول لهم العيد معناها كتقول لهم سيروا تحركوا، واش دابا العيد الكبير انا ما عنديش العائله وسميتو يعني وتجي من بعد عاد تقول لي لا جلست في دارك العيد انت عاطلين باش ندوز العيد، انت من بعد كتقول لي حيد سيري في دارك، امر لا يستقيم. اذا القرارات الحكوميه وايضا عدم الامتثال الحقيقي للمواطنين الى للاجراءات التي تسنها السلطات العموميه ادى الى هذه الكارثه التي نخشى ان تتفاقم، خصوصا بعد الاجراءات المرتبكه المرتبطه بالدخول المدرسي. نعم الدراسه الحضوريه لابد يعني لابد ان اؤكد على انها هي الدراسه الحقيقيه التي تربط التلميذ والطالب بالحياه الدراسيه، ولكن ألم يكن من الممكن أن نؤجل هذه الدراسة حتى تستقر الأوضاع؟ يعني كيجي الوزير كيقول لك الدراسة الحضورية أو إذا أجلنا الدراسة أخطر من كورونا، لا بالعكس، أن دول دارت سنة بيضاء كاع وما وقع لها والو، سنة من عمرنا أحسن من ما يضيع العمر ديالنا كامل. أعتقد أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا لتمديد الطوارئ الصحية أعتقد أنه إجراء منطقي، باعتبار أن الحالات للأسف الشديد ازدادت بشكل مهول جدا. أنا أعود للخطاب الملكي السامي الذي قال فيه بأن يجب أن نستعد للموجة الثانية، وأعتقد أننا دخلنا إلى الموجة الثانية وأن هذا الإجراء أعتقد إجراء جديا وجادا، باعتبار أن الحالة للأسف الشديد ذهبت إلى في اتجاه لا يمكن التحكم فيه، وبالتالي هذا الإجراء أعتقد أنه منطقي ويجب أن يتخذ بناء على الأرقام والإحصائيات التي عرفتها المملكة المغربية. أولا باش نكونوا واقعيين في تحليل الوضع، ما لابد من استحضار السياق الدولي، هذا ما يظهر أنه ارتباك أو قرارات تتجدد تمديد وغيره ما وقعش في المغرب فقط، وقع في عدة دول. العالم أمام واحد الوباء، واحد ظاهرة اللي غير ممكن ضبطها ولا التحكم حتى في مساراتها ولا حتى توقع ما يمكن أن يقع، وبالتالي الارتباك هو عام وقع في العالم بأسره، ما يمكنش أننا نلومه فقط المغرب على بعض القرارات معينة. ولكن اللي نقدر نأكد عليه هو أنه عدم تحمل المسؤولية، عدم التشبع بقيم المواطنة اللي تجعل الإنسان حريص على أخيه اللي تيشاركوا نفس الوطن،
تنشوف أنها من أكبر الأسباب اللي أدت إلى هذا الواقع الذي نعيشه. صحيح كاين حتى قرارات حكومية ساهمت بشكل كبير في هذا الارتباك، كاين ضعف التواصل لأن تنلوم عليه الجهات المسؤولة بشكل كبير جدا، بحيث أننا تجي قرارات فوقية ما تنعرفوش علاش ولا كيفاش، ولا علاش مثلا تجي بين عشية وضحاها وتعلن إغلاق مدينة الدار البيضاء، أمر اللي غيخلق ارتباك. ولكن أنا متفق أنه الضرورة قد تدعو له، ولكن بشيء من التواصل غادي نحيدوا بزاف ديال الإشكالات عند الناس. ولكن تنشوف أن المسؤولية الكبرى هي على المواطن، تنشوف واقعا في الشارع ديالنا عدم الالتزام بالشروط بالاحتياطات، داك الشيء اللي وقع أيام ديال عيد الأضحى لا شك أنه حتى القرارات فيه تنتخذ اليوم تنجنيو النتائج ديالها، وضع مرتبك وغير سهل الحكم عليه. ولكن تنظن أنه بالمسؤولية مسؤولية المواطنة بالالتزام بأخذ كل واحد من نفسه الاحتياطات اللازمة لمحاربة هذا الوباء غادي نستطيعوا أننا نتغلبوا عليه. بالعكس من القرارات اللي خاصة تأخذها الحكومة، ولكن ما يعاب الآن على الحكومة وقراراتها هي قراراتها الفجائية، كأننا أمام حكومة تعيش وعاشت الجائحة من أول حالة كانت عارفها المغربية 2 مارس 2020، وبدات السلسلة ولحد الآن الحكومة مازال تدبر بطريقة ليست استراتيجية أو عندها واحد الأفق أوسع، بالعكس عندها تدبير لحظي، تدبير في بعض الأحيان الشيء اللي رجع المواطنين، لأنه كنا قبل جائحة كورونا نتكلم عن عنصر الثقة ما بين الحكومة وما بين المؤسسات وما بين المواطنين المغاربة. الآن سيصعب علينا أن نرجع الثقة للمواطنين في مؤسسات الحكومة، ولهذا احنا لا نعيب عليهم إجراءات حمائية أو إجراءات أو أي قرار، ولكن طريقة ديالها. هناك لجنة اليقظة، هناك لجنة لافولونس ايكونوميك، هناك قوة الإجراء، ولكن وفي الأول كانت قرار بطريقة أحادية وقلنا ما كاين حتى مشكل، كنا كنطلبوا بالإشراك، ولكن إلى الحكومة غادي تزيد للقدام سيدي كنا نقولوا لا برافو، مي بهذه الطريقة راه الناس كتخطط لوليداتها وكتخطط لحياتها وكتخطط لهذا، كل مرة قرار فجائي اللي كيكون عنده تأثير على الحياة اليومية للمواطن لا يستصغ الحقيقة. هذا غياب النظرة الاستراتيجية للحكومة يدل على أنها بقات رهينة بحسابات ضيقة وحسابات ديال الاستحقاقات الانتخابية القديمة، وبأنها غير قادرة على أنها تبني تصور استراتيجي، مع أن دستور 2011 أعطاها مجموعة من الصلاحيات كتمكنها من أنها تأخذ المبادرة وأنها تفكر وأنها تبني خطة وطنية في مواجهة الوباء. فأظن في نظري الشخصي أن لا شيء يسمح بهذا النوع من التعامل هواة في الحقيقة، وليس تعامل ممارسي وناس يعني يشتغلون على السياسة ويهتمون وهم مكلفون بإدارة شؤون البلد. هذا التمديد ديال حالة الطوارئ الصحية اللي أعلنتها الدولة هي مبررة بتفاقم الوضع ديال الوباء في بلدنا، اللي السبب فيه كيرجع لبعض الإجراءات اللي كانت غلط ديال الحكومة، مثل مثلا عدم اتخاذ قرار صارم فيما يتعلق بعيد الأضحى. كتعرفوا أن عيد الأضحى كيتم إعادة انتشار السكينة في البلد بواحد الشكل جذري تقريبا، وكان ممكن الاستغناء على الاحتفال بعيد الأضحى اعتبارا للظرف ديال الوباء. المسألة الثانية هي الشواطئ، يعني أبيح عيد الأضحى وأبيحت الشواطئ كذلك واحد المدة ديال الشهر، كان فيها اختلاط كبير بين الناس وكان فيها تقارب إلى غير ذلك، وما كانش التزام لا بالمسافة الأمان ولا بالكثير من الضوابط اللي قبلتها الدولة. فإذا كانت هناك أخطاء كنجنيو الآن نتائج ديالها، اللي هو تزايد الوضع حتى ولا عندنا 1000 حالة في مدينة واحدة. وكنعتقد أنه الآن خاص تكون نوع من الصرامة أكبر، ولكن يكون أيضا تأطير ديال المواطنين أكثر. من المؤكد أنه ما يمكنش نرجعوا للحجر الصحي السابق،
ولكن من الممكن جدا أنه نقلص الحالات بمزيد من الانضباط، والحكومة خصها نوع من الواقعية في القرارات ديالها، وكذلك تتخذها في الوقت المناسب، ما تتخذهاش بشكل مفاجئ وتفرض وتنزلها على بحر الصاعقة على السكان، وتشرك كذلك الأحزاب والمجتمع المدني، لأن اللي بان لنا إلى حدود الساعة هو أن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تم التهميش ديالهم بالكامل في هذا الموضوع، هذا ما كانش لهم أي دور، ما سمعناش زعماء سياسيين كيتحركوا، ما سمعناش الأحزاب بالإمكانيات ديالها في تأطير المجتمع كتخدم. ما أنا كنعتقد بأن يعني دولة اللي كتحجم الطاقات اللي عندها ما يمكنش تنجح. كل دولة كتطلق جميع الطاقات اللي عندها، ومن بين الطاقات اللي عندها التنظيمات اللي هي كتأثر المجتمع باش تعاون الدولة، باش الكل يتعاون من أجل هدف واحد، وهو يعني الحفاظ على السلامة ديال المواطنين، وبالتالي تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر. القرار ديال تمديج الحجر الصحي مفهوم من زاوية النتائج اللي تنعيشوها الآن ديال انتشار الوباء، ولكن يجب القول كذلك بأنه من نتائج ديال التدبير، يعني الوباء خاصة في بداية المرحلة الثانية عشية العيد، لأنه حقيقة في ذاك اللحظة وقعت الطفرة ديال الانتشار السريع ويعني الكبير ديال الوباء. فإذا يعني تمديد الحجر الصحي هو جاء نتيجة لهذا الوضع الجديد، وهو طبيعي اللي موجود الآن اللي مطروح الآن، وهو أنه نأخذ القرارات في الوقت المناسب على المستوى الحكومي وعلى المستوى العملات يعني والأقاليم، وفي نفس الوقت نعمله على يعني التحسين ديال العملية التواصلية مع المواطنين، لأن يعني المواطنين كيتشكاو كتير من يعني الخصاص اللي كاين في التواصل اللي كيخليهم ما يعرفوا ما يديروا. نعطي مثال، يعني البلاغ ديال الأحد بالليل والناس صابحين في الصباح بالنسبة للدخول المدرسي، فإن هناك كاين هذا الارتباك اللي يمكن تكون عنده في جزء قليل منه يعني واحد المبررات بسبب هذا الوباء نفسه اللي كتعاني منه جميع الدول، ولكن في نفس الوقت الدولة والمؤسسات ما هي موجودة إلا باش تدبر يعني الفترات الحرجة مثل هذه، وخصها تكون في المستوى، ولا أخطأت يعني في البداية بسبب الجدة ديال الظاهرة، الآن ما عندهاش الحق تخطأ نهائياً.